اليوم الشباب الفلسطيني أثبت بجدارة هوية هذه الأرض. اليوم هؤلاء المتطوعين الذين أتونا من كل بقاع فلسطين جاءوا إلى هنا ليعيدوا إعمار ما هدمه الاحتلال. نعم، لقد قمنا بتنظيف المكان وبناء الخيام، قدمنا جزء من طاقتنا. هذا هو المطلوب للأغوار، المطلوب للأغوار فقط لا غير، هو النزول إلى الأغوار، الاستجمام والرحل والرحلات والتجوال والمسارات، كل ذلك يقلل من استهداف هذه البلاد. هذه البلاد فلسطينية، ممنوع أن تصل إليها المياه، هذا سهل خصب جدا، يتم استهدافه كل يوم، يتم شق طرق للمستوطنين. كذلك أدعو محافظة طوباس وأدعو القيادة الفلسطينية إلى نقل المؤسسات، نقل الجامعات، استثمار كل جامعات الوطن أن تأتي لتبني وتزرع في هذا السهل. جامعة النجاح، جامعة بير زيت، هذه السهول غير مستغلة بالشكل المناسب. هذه المنطقة هي معبر الفدائيين، هي معبر الدوريات التي أتتنا من الأردن ومن بيروت. من هنا حدثت معركة لين النابلسي في الجفتلك، وهنا استشهد الكثير من الفلسطينيين العابرين عندما تم نقل العمليات العسكرية من الخارج إلى الداخل الفلسطيني. هنا في حمصة الآن واقفون على هذا التراب الفلسطيني، نقف بثبات ونقول لن نرحل لو كلفنا ذلك عمرنا.